الصحراوي كلنا اسطمبه واحده. هم اليات كلهم هم كلهم هيشتغلوا زي احمد راجا بيقول اللي هو عاوز يقوله كله في نص صفحه. مفيش كده يا استاذ وائل. في طب ما جايز هو ده الابتكار. هو ده هي المشكله يا استاذ وائل. الناس دول انت ما حطيتش نفسك يا دكتور مجدي مكان الطالب. لا 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 ما حطيتش نفسك مكان الطالب يا استاذ وائل. هو انا هو الطالب متعود على الداش يا فندم مش على الداش يا فندم. هو انا دلوقتي انا بدافع عن فكره يا فندم. اي تجربه في الدنيا كلها دي مش تجربه. لو في اي تجربه انا تجربة. لسه بطبقها سنادي على الطلبه. بتبدا حضرتك بتجربه تجريبيه. تجريبيه كان المفروض تطبق السنادي على صف الثاني الثانوي اللي هم هيخشوا السنه الجايه. انما حضرتك عاوزيني فرقع قبل نهايه العام الدراسي عشان كل المؤتمرات اللي تم طيب. دكتور حسن دكتور حسن دكتور حسن مش على حساب الطالب يا دكتور حسن. مش على حساب الطالب. احنا قدامنا شهرين عبال ما تقولوا الكلام ده. صح هيبقى اللي وبعدين خلي بالك يا استاذ وائل عاوز اسجل حته يا جماعه بس عشان لم يصلوا لغايه لحد دلوقتي بدليل ان الاخ اتصل الكلام قال لك ايوه كلامه حلو وبتاع مفيش غايه. طب نسمعه بقى نسمعه كل الكلام او 90% من الكلام اللي قاله الاساتذه اللي قالوه ده. انا كاستاذ مناهج بقالي 50 سنه غير علمي غير علمي. واقول لك ليه؟ نمره واحد ما احنا بنسمعك بقالنا 50 سنه يا دكتور حسن. طيب ما احنا الفشل اللي فيه ده بقالنا 50 سنه ساكتين. ترفع صوتك ليه؟ ما احنا بقالنا 50 سنه ساكتين يا دكتور حسن. اسمع الاول الكلام. اسمع ايه يا دكتور حسن؟ يا دكتور يا دكتور محمد عاوز نسمع. وانا ترتيبي 138 ل 138 دوله عشان هو احنا جايين عشان نسمع يا استاذ وائل. ما هو بيقول لك هنرد عليها. انا شغال. طب خلينا بس خلينا وكلامنا بقى غير علمي دلوقتي. لا انا في الميدان انا اللي كلام. دكتور حسن بص يا استاذ بص يا استاذ اولا الكلام اللي انتوا قلتوه ان الامتحان يتحط دلوقتي بقى نوع اولياء الامور والطلاب دلوقتي كلام ما ازاي واخر السنه ونص السنه. اذا كان الاسئله هي لا تغيير فيها التغيير في الشكل. يعني هنا الطالب مش هيفاجئ يعني. لو سمحتوا محدش يعترض. خلينا بس نسمعه الكلام يتكلموا يا جماعه بس نسمعه. كمل ارفع صوت ارفع صوت. طيب يبقى اذا عنصر الصدمه او المفاجاه مش موجود عندنا. يدل على ذلك بقى كمان ان الوزاره عملت اربع نماذج تدريبيه يتدربوا عليها الطلبة والمدرسين وأولياء الأمور وليها موقع والإجابة مش هتنزل مباشرة هتنزل بعد أسبوعين من نزول كل نموذج يبقى في إيد الطالب اتدرب على هذه الأسئلة. نمرة اثنين التدريب هنا كان الأسئلة مقالية زي ما قال الأستاذ حسين مقالية ليها كتابة كتير كتابة كتير فيجي المدرس مش هيقرأ كل ده عشان أتكلم بصراحة في الامتحان يديله 6/10 3/10 5 حسب بداية الإجابة. لو بداية الإجابة صح هيديله درجة نهائية. بدايتها غلط وجات في الصحة بعد كده لكن دي محددة محددة يعني أربع درجات يبقى 1 2 3 4 3 ياخد 3/4 2/4 4/4 محددة. نمرة 3 إن في أسئلة بتقيس التفكير. الأسئلة اللي بتقيس التفكير غير الأسئلة اللي بتقيس التذكر وبتقيس الفهم وبتقيس التطبيق وبتقيس التحليل وبتقيس التركيب. فالأسئلة اللي في الرباعي الأعلى دي موجودة وموجودة بالنظام. يعني في جزء من الأسئلة وجزء للتحصيل. في تفكير وفي تحصيل. في تحصيل إن يجمع معلومات وفي تفكير إن هو يبدي رأيه إن هو يعلق إن هو يميز إن هو يتذوق يقول موطن الجمال فين. في اسئله للتفكير. ده شغلتنا احنا صنعتنا احنا ما بنتكلمش بصوت عالي بنتكلم باساليب. ده هذا النظام اللي موجود موجود بره. ده مطبق فين يا دكتور؟ مطبق في الاتحاد الاوروبي في دول كثيره وبعض الدول العربيه. هذا بعض الدول بقى هذا النظام هذا النظام. ما اقولش بقى ان انا جبت نظام جديد هطبقه في الاخر والمنهج فين. ما ده جزء من المنهج. سيادتك قلت بدايه المناقشه قلت عباره خطيره جدا ومحدش التفت اليها ان تعليمنا للامتحانات وليس للحياه. التعليم اصبح كله اتلخص في عمليه الامتحانات تحولت الى هدف. الهدف لم تعد وسيله. الهدف غايه المراد من رب العباد الامتحانات. وكل الناس بتتكلم عن الامتحانات، المفروض يتكلموا عباره عن ايه؟ ابني اتعلم ايه في الفيزياء؟ اتعلم ايه في الكيمياء؟ اتعلم ايه في الرياضه؟ اتعلم ايه في اللغه الانجليزيه؟ نطور المنهج نحسنه. لكن احنا خلينا نتكلم بوضوح. انت اصلا ما بتصرفش على التعليم، بتصرف 76 مليار جنيه ل 50,000 مدرسه ل 2 مليون ونص مليون معلم اكفاء متميزين
ل 20 مليون متعلم، 90% من المبلغ ده اجور متدنيه للمعلمين. اذا انت المدخلات بتاعتك صفر، ما تطلبش مخرجات 10 من 10. يا جاري اطبخي يا سيدي كلف. طيب انت اصلا ما تكلمنيش عن التعليم وجوده يعني التعليم. ما تكلمش عن جوده التعليم. تعتقد ان النموذج ده هيقلل من فكره الكابوس والهلع والفزع؟ ايوه بسببين. السبب الاولاني ان عمليه الاسئله بقت محدده، الاجابه محدده، الولد المحدد الواد الشاطر هياخد الفول مارك، الواد اللي بيكتب اي كلام مش هياخد. هياخد نمره اثنين. احنا بنقيس على القاعده، على الصواب مش على الشاذ. لو قيسنا على الشاذ اقول لكل الناس حراميه واحط المناهج الحراميه، ما ينفعش. الحاجه الثانيه ان في تفكير، في اسئله خاصه. واحنا رجعنا في المقطم، قعدنا عند الدكتور مجدي في المركز اساتذه الجامعه كثيرين، وقعدنا مده كبيره لمده 3 ايام وراجعنا الاسئله دي وحذفنا بعضها وعدلنا بعضها بحيث ان تناسب، مش الطالب المتوسط، تناسب الطالب المتفوق في بعض الاسئله والطالب المتوسط. لان القاعده ما بتقول الامتحان لطالب متوسط بتهدر قيمه الطالب المتفوق. طيب هاخد بس تليفونين بسرعه.